بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الإخوة على هذا المبادرة الطيبة فيما يخص الواقع الثقافي بالناظور. يعني الناظور يمر بواحد نكسة، نقول نكسة ثقافية غير مسبوقة، على اعتبار أن المدينة الوحيدة اللي ممكن نقول ما فيهاش دار الشباب، الوحيدة اللي اندثرت فيها الثقافة بشكل نهائي على ما أظن. وهذه المعلمة التاريخية اللي كنشوفها في الجميع دليل قاطع على أن جميع الجمعيات اللي كانت تم متواجدة كتنشطمة ما بقاتش، يعني كتنشط بسبب إغلاق دار الشباب. وهذا الواقع أفرز واحد المجموعة من المشاكل داخل المدينة، وأهم هذه المشاكل وهي أن يعني الشباب يعني ما لقاوش فين يعني يدوزوا الوقت ديالهم. هذا الإشكالية اللي كان ضروري على السلطات المحلية تفكر في إيجاد حل سريع وعاجل لهذا المشكل، لأن الأمر لا يتعلق بسنة أو سنتين من إغلاق دار الشباب، لا، الأمر يتعلق بسنوات، الأمر يتعلق يعني نقول أزيد من 10 سنوات منذ إغلاق دار الشباب. وكل مرة يعني كيف فاجئونا باللي غيكون تماك مشروع وامبوسيبل، وهي مستحيل مدينة بحجم الناظور تعتبر ثاني أكبر مدينة في الشرق بعد وجدة ما عندهاش دار الشباب. على العكس كنلقاو مدن صغرى في الشرق ولا في الدول المغربية الأخرى عندهم دار الشباب كيفاش تماك الجمعيات. على سبيل المثال مثلا كنلقاو تماك يعني الجمعيات يعني كيكتشفوا مواهب فنية ثقافية، يعني الناظور واحد الحالة خاصة يعني ما نقدروش نتصوروها ولا نتخيلوها. يعني الشباب كيضيع ما يلقاش فين يمشي باستثناء القهوة. الناظور معروفة يعني بين كنقول واحد المثل قديم جدا، بين مقهى ومقهى كيكون مقهى. دابا بين السيبر والسيبر كيكون سيبر. سي ياسين، اش من جمعية كنت كتنتمي ليها؟ كنت كنتمي لجمعية التنمية الثقافية، وسبق لينا درنا مجموعة من الأنشطة الثقافية الفنية. من بين هذه الأنشطة اللي درنا يعني واحد كنا كندير واحد المهرجان شعري سنوي، وكان مهرجان سنوي يعني بكل ما معنى يعني الكلمة يعني محترمين المواعيد من عام لعام ووطني، يعني كيحضروا حتى الشعراء من الصعيد الوطني. ولكن كنا كتمك إكراهات، من بين هذه الإكراهات هي دار الشباب، لأن مثلا يعني ماشي معقول يعني يجي عندك ضيف من برا ما عندكش مقر في المستوى، يعني من غير ملي تغلقات دار الشباب ما بقيتوش كدير معاهم. يعني اون فوا مشى دار الشباب، زدت دار الشباب، ما لقيناش فضاء فين نمارسوا الانشطه ديالنا. حاولنا مع المنخرطين يبقاو على اساس يمكن نلقاو شي حل، ولكن للاسف الشديد السلطات المحليه ما تعاونتش معنا. يعني وعود في وعود في وعود على اساس الناظور يكون عندها دار الشباب، ولحد الساعه ما شفنا حتى دار الشباب باسم هذا الاثر. الذي اتذكر هذه الحديقه اللي درناها، يعني وقع لي هذا التغيير يعني، ولكن حنايا الجمعيه ديالنا درت واحد المجهود وجبنا يعني اغراس من المستشفى البلدي، ودرنا واحد يعني واحد حديقه صغيره يعني كنت من هذه المنطقه حتى الاطراف ديال هذه المنطقه. ولكن للاسف الشديد يعني بعد ايام تلاقينا مجموعه من الشكايات، لان هذه المنطقه يعني مرتع للمتسكعين و ياسين كنشوف في يدك شي حاجه ديال الجمعيه، ربما شي ارشيف. هذا ارشيف ديال النائب الاقليمي اللي كنا كنديرو في دار الشباب. فوالا، ويعني كنحتفظ بها عندي من بين الارشيف اللي عندي، واعتز بها. هي جمعية التنمية الثقافية. جمعية التنمية الثقافية، وكاين مجموعة من الصور يعني في الارشيف. راه ما عندك هنا ولا؟ وي، عندي مجموعة من الصور. بالتفكير فهاد الشهادة التقديرية أنا اللي كنت كنديرو، يعني من الخط ديال يدي. هادي
داخل قاعة العروض على ما أظن، قاعة العروض الصورة هذه، أحد الأنشطة هذه في قاعة الغرفة الفلاحية، المرجان السنوي للشعر. هذا فريق النادي، هذا فريق النادي الجمعية التنمية الثقافية. فوالا شي حاجة ديال دار الشباب. دار الشباب على ما أظن ما عنديش، ولكن دار الشباب أهي هذه داخل القاعة اللي كانت عندنا، مجموعة من الأنشطة كانوا كيديروا، كانوا من بينهم هذا يعني أول مرة يمكن نقول لك معرض المنشورات ديال الجرائد. داروا شي منخرطين عندنا، يعني واحد الفكرة كانت زوينة رائعة جمعوا لينا. وهذه الرحلة، كنا كنديروا شي رحلة ولكن كيبقى السؤال هو أن الجمعية ما بقاتش لسبب بسيط، هو أن يعني بناية قديمة جدا، كان المفروض على السلطات المحلية يعني تفكر في حل يعني يستوعب هاد الشباب اللي كيجيو يعني يبحثوا فين يدوزوا الوقت ديالهم. كنتذكر واحد المرة جا واحد الأخ عند ولده وكيسول على الجمعية. هاد الشيء وقع يعني بعد ما تسجلت الجمعية، جا عند المندوبية هنا سول على واش كاين شي جمعية يجيب ولده في الحدي، ما كيلقاش فين يدي ولده. ولقيت يعني الإجابة ديال أحد الموظفين يعني صادمة، قالوا حتى ما كاينش، يعني هو عبر عن الرأي ديالو، قال ما كاينش شي جمعية هنايا. يعني دار الشباب تسدات والفضاءات فين يلعبوا الأطفال ما كاينش. دونك أنا الفضاءات اللي كاين عندنا، الفضاء ديال كيسمو ديال بالنسبة للأطفال، فوالا الفضاءات ديال السيارات أوكي موجودة، ولكن كنقول لك باش الواحد يعني الطفل ديالو يعني ينمي القدرة ديالو ويكتشف المواهب ديالو ما كاينش. خصنا يعني نقارن هذا الشيء بالمدن المغربية الأخرى اللي كاين. هذا الشيء ماشي معقول يعني على السكان ديالو على مركب. وكيفاش كتشوف مدينة الناظو بدون دار الشباب؟ كارثي يعني غريب جدا. والغريب في الأمن ما كاينش شي واحد يهضر يدافع على المدينة، يعني ماشي مدينة بحال اللي ما فيهاش الرجال. كنقول مثلا الرجال ما عندهاش، يعني المدينة ما فيهاش الرجال يدافعوا عليها. ماشي معقول هذا الشيء.